جهاز المخابرات ما زال يسيطر على الأوضاع ولا يذكر أحد. جهاز أمن الدولة ما زال يسيطر على الأوضاع ولا يذكر أحد. الذي فقد سلمياته هو الذي ضرب الناس عند مجلس الوزراء يوم 19 ديسمبر. الذي فقد سلمياته هو الذي خول ومرر وتواطأ مع ذبح المصريين 75 شاب من شباب مصر بورسعيد.